تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله خطابا من معالي السيد أنطونيو غويترس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أعرب فيه عن تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودوره في تعزيز السلام والتقدم والازدهار في مملكة البحرين وعلى المستوى الدولي وذلك من خلال اليوم الدولي للضمير كما نوه إلى أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والمحبه وحريه الاديان ورحب الامين العام بدعوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزياره مملكه البحرين